يوم جديد لو جديد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا. ايش اخباركم؟ شو مسويين؟ ان شاء الله طيبين. هو اليوم الثاني من ابريل، لسه باقي احنا في شهر جديد ومتحمسين وان شاء الله مغامرات جديده. اليوم احنا رايحين جبال واشنطن. صباح الخير جميعا. حاليا الساعه 7، شباب مجهزين. بابل كم ياخذ من هنا الى جبال واشنطن؟ باذن الله 3 ساعات و41 دقيقه، يعني تقريبا كم، 400 كيلو تقريبا. خالد طبعا نسى شيء، لازم كل رحله شخص ينسى شيء، بس كويس احنا عند البيت راح يجيبه وبيجي. وجاء خالد اخيرا. عزيز يقول راح يورينا مهارات على الصباح. الله عليك. طبعا ابراهيم راح يتولى مهمة القيادة لاني انا مجلس عدل فلوق امس. لما الحين ما خلصت راح نستغل الوقت وبعدها في الطريق ان شاء الله. عبد الله محمد الهني ومعنا الكابتن الطيار الاستاذ ابراهيم. ياكلون هنا ياكلون هنا يا عيال. المحطة الأولى راح ننزل تيم هورتنز. باقي جالس منتج. ندخل تيم هورتنز ونفطر عشان نمسك خط واحنا مصحصحين. باقي عندنا نايم و50. اوكي بابا. واحنا في الطريق منتجين الا شفنا هذا الشيء. كم باقي لنا يا ابراهيم؟ اصلا المساعد هنا باقي لنا 250 ان شاء الله. حلو حلو. ما زلت منتج الفلوق. خالد نايم؟ والله تصبح الخير. لا انا بس انت ما تعمل. معك الكابتن ابراهيم السيد. ساعدنا. السلام عليكم. عشان كذا يا جماعه اكره اجهزه ابل. يجيك ان البطاريه فيها مثلا 50% فجاه يطفي الجهاز. الله يسامحك. وانا الحين ما خلص من المونتاج، فان شاء الله اذا وصلنا هناك بكمل المونتاج واحاول ارفع الفلوق. تقريبا وصلنا يا جماعه. شوف ما شاء الله كل ثلج على اليمين وعلى اليسار. الحمد لله يا رب وصلنا. الله على الجو الخيالي اللي هنا. ما شاء الله تبارك الله على المناظر، جبال هناك، ثلوج في كل مكان، يا خياليه والله. طب عيال هذول مجهزين ومعهم الاغراض، احنا كيف شو الوضع؟ لا مستاجر من جوا. مستاجر؟ اسلم على الوالده وعمي ياسر وعمي صالح وولد خالتي علي وعزوز وخالد اخوي. والله عيال وناس. نقول بسم الله وراح نعيش مغامره جديده. يلا عيال اسرع. قفلت سياره ابراهيم؟ شكله زحمه داخل. شوف وقفنا ورا هناك كل هذا عشان ندخل هناك. سلمان بالله هذه سياره مين؟ عزيز ما شاء الله كأنك وليد عبد الله. والله حطينا حالك في الملاجئ. هذا هو المكان اسمه ماونت واشنطن. اوه يا شوف الشوي هناك. والله شوي ما شاء الله. والله سريعين ما شاء الله تبارك الله. العالم مجهزه هنا. ان شاء الله راح نستاجر مثل هذا. ان شاء الله راح ندخل هذا المبنى عشان نستاجر الاغراض. لا والله ما هو قاسي. يا رجل. واهرب. دري انا الاول واصلين. شوف يا جماعه في نوعين، يا بنستاجر هذا او راح نستاجر هذا. راح نشوف ايش الاحسن ونستاجر ان شاء الله. ما شاء الله والله شيء كثيره. ليتس جو ليتس جو. فجاه المكان صار فاضي ما في احد. احسن لنا ناخذ راحتنا ونلعب. طيب يا جماعه وصلنا المكان لكن حاليا جالس اشحن اللابتوب عشان يمديني اعدل على الفلوق. احسن شيء ان جبنا هذا مانجا مجف. راح ناكله الحين وناخذ طاقه وندخل على الثلج ان شاء الله. جربته من قبل؟ عيال تعالوا كلكم جربوا مع بعض. مانجا مجف. طيب دقيقه عيال احد اكله من قبل؟ لا لا والله اول مره. طيب يلا 2 3. شكرا لهذا الاي تي ام لاني جالس اشحن لابتوب هنا. خالد يتابع مباراه الهلال. ابراهيم قاعد يجهز اغراض كاميرا جو برو. طلع ابراهيم هذه شنطه بكم شريتها؟ $50. $50 حلو فيها كل المعدات وكل شيء. اسرع هدف في الدوري. هذا الثاني. هذا تون. تون يعمل لخدمتكم والله. تون قاعد فلوق 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 فلوق. خلصت ولا باقي الخير؟ باقي نص تقريبا. الله يعينك. تنزلوا اليوم يعني ان شاء الله؟ باذن الله. هنا ولا؟ هنا ان شاء الله وبعدها نروح على طول نلعب العاب ثلجيه. اخونا في الله نايم طبعا. شوف المعدات كاميرا كم كاميرا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يا جماعه بعد ساعه من تعديل الفلوقات لما الحين ما خلصت. لكن شوفوا انا قلت العيال روحوا العبوا شوي وبجيكم بعد الفلوق واجيكم. لكن شوف ناموا والله ناموا. عزيز نام، ابراهيم نام، عبد الله جالس تبع مباراه الاتحاد، خالد جالس تبع مباراه الاتحاد بعد. والله احس بذنبي يا اخي، احس بتانيب ضمير. انا طيب قلت لهم العبوا قال لا بنجلس معك. والله اخي ياكم الحمد لله يا رب. يا جماعه انتهيت من تعديل الفلوق، لقينا شبكه ضعيفه وبحاول ارفع عليه. وقت ما يكون نلعب في ثلج زي كذا بكون رفع على اليوتيوب. ما ننساكم يا جماعه. كيف يا عيال؟ يلا يلا مشينا مشينا. الحين حاليا ان شاء الله بروح نلعب. هاي هاي. لا والله والله رد عليك.
طيب في البدايه جينا هنا باذن الله راح نستاجر البوتات زي ما تشوفون. كله كلف كم مع التاجير وكل شيء؟ كلف $70. يطلع كم ريال سعودي يعني؟ يمكن 250 250 ريال. اعطونا هذا التكت. واحد كذا واحد اثنين ثلاثة خذوها منا خذوها منا. لا لا يلا شوف ما شاء الله تون حركتكم جاهزين باذن الله. تعرف يا جاهزين بعبد نطلع فوق الحين باذن الله بنوريهم والله. طيب شباب كذا نكون بدلنا وحاليا بنروح ناخذ سنو بوردنج ونروح نبدا نلعب. يلا شباب جاهزين؟ يلا جاهزين. كل واحد اخذ السنو بوردنج حقه. يلا بسم الله. وهذا اللي انا باخذه ان شاء الله. نقول بسم الله ونتوجه. الله 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 على الحركات. الله يا ابو عابد. الله يا عيال. شيك ابراهيم. اوه والله بننزل هنا. كيف ما افتحها؟ ما طالع في الشمس انا كذا. ليه جهزوا ولبسوا؟ كذا. يلا جاهزين؟ خلاف يا خالد. ما شاء الله تبارك الله. شوف الصغيرة. هذه البداية لسه ما بدينا. عزيز ابراهيم راحوا. الله عليك يا خالد. سلام عليك. نقول بسم الله. بروح الحق العيال. للامانة يا جماعة مو قادر اقوم. اوريكم ايش يصير لما اقوم. عبد الله طح علي. شو عبد الله؟ يا ساتر يا عيال. طب لا طح علي طيب انا. والله انك كفو يا شيخ. انفسر انفسر. انا خاف اخش يسار. ما علي ما علي. خش يسار ارمي نفسك. روح بعابد روح اترك خالد. يلا عزيز استودعك الله بمشي انا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا وانا وكذا اكون جاهز. اسلم. الله عليك يا تون. الله عليك يا تون. يا سلام. ما قلت لكم انا فنان. اعطوني بس وقت. الله يا تون الحركات هذه. استر يا ساتر. الله عليك. الله على المهارات. الله 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 الله. والله سريعه يا عيال. والله جدا سريعه. لا اله الا الله. وانحدار. واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تطيح وارجع كمل لما تتعلم. ما في شيء صعب. بسم الله اذكر ربك. الله عليك يا تون. الله عليك يا تون. امزح يا تون امزح يا شيخ امزح. ايش فيك تعمز يا اخي؟ طيح ارجع كمل كمل يا تون. سلام يا وحش. ايش المهارات هذه؟ والله محترف. سلام. ووهو. والله شيء جميل. عيال عزيز خالد سلام. والله كويسه. كيف تكتيك؟ بس تكتيك. خلاص سهلات. شوف بريك شوف بريك يا جماعة. سوي زي كذا توقف خلاص. عبد الله فهم. وين رحتوا يا عيال؟ تسحب علي كذا يا عيال. طيب طيب. سلام يا ابراهيم الله عليك. هناك خالد العيال. فرامل يا عيال ما تعرفون كيف فرامل شوف. سلام يا ابراهيم. هنا يركبك هذا الشيء ولك تطلع فوق على الجبل. سلام عليكم. العب مع ولدي يلعبون. والله على البريك سلس. اذا طلعت فوق على الجبل شوف كيف تنزل. والله مسافة بعيدة. وين تبون تطلعون انتوا؟ طيب فوق هناك. يلا ناخذ تلفريك. يلا ناخذ تلفريك ان شاء الله. راح ناخذ تلفريك ونطلع فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بدات الرحله. نروح الى اعلى جبل. هذا ما نسكره. طيب عيال ما في احد مسكنه. ما في حزام ما في شيء. لا هذا توقع يسكر يا عيال. لحظه راسي والله بعيد يا عيال. كيف بننزل الحين هناك؟ تعال يعني راح نطلع هناك يا جماعه. طيب عابد وين عيال؟ والله يعني نزلت بس استطعنا بس ما استطعنا فوالله مشوار فرجعت طلعت مره ثانيه والحياه حلوه. حياه حلوه والله. والله المنظمه هنا صراحه شيء خيالي. والله يوم ما سكرناه. والله شوف والله شوف الخشب يا خوي. ركبتي والله مين الم. عيال شعوركم انتم على قمه الجبل؟ والله كان ايفرست. والله مره مبسوط انا. راح تكونوا مقدها ان شاء الله تنزلون من فوق لما تحت. مره بطل وننزل سويها. والله على المنظر ما شاء الله تبارك الله. شوف يا جماعه والله يوم الفتر بن عزيز. الله عليكم عيال. شوفوا كيف بعيد. راح ننزل كل هذا بسرعه بسرعه. وصلنا هنا الحمد لله. والله على المكان والمنظر ما شاء الله تبارك الله. شوف جبال اليسار هذا الصغار نزلوا ما شاء الله تبارك الله. والله هذا اعلى مسكه الحديد اللي رحناه. راح ننزل دحرج يا ابراهيم. اسمك عربي؟ كيف حالك؟ الحمد لله. تحصل ارض انا وتبني فيها. امين والله. بعيد عن الناس. عندي المويه الطبيعي. عندي كل حاجه. الله المستعان. بس
بسم الله ونعم الوكيل. يلا نزلنا في مخرج من هنا راح ننزل من هنا ان شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شوف هذا ما شاء الله عليه قاعد يقولوا له جرامبا جرامبا جد قاعد زال جوي يلعب صحه وعافيه ما شاء الله تبارك الله. يا شباب راح ننزل. عبد الله ينتظرنا ترى. بالله تعال يا عيال والله بلاها لحالي ترى قاعد. هو بس يبغى لك توازن، وقت ما توازنها خلاص انت 100 100. العيال ورا هناك وانا نزلت. يلا يلا تعال ابراهيم. السلام عليك يا تون. ايش الحركات هذه؟ انت كل ما تقول ايش الحركات هذه تطيح، لا تقولها يا اخي خلاص. نطيح ونقوم. سلام يا خالد. هلا تعال. بس يا شيخ. يلا يلا نزلنا. يلا يلا ابراهيم. يلا. كذا طبعا كذا توقف فرامل ها؟ كذا تهدي تهدي تنزل على روقان. يلا عليك يا دول. يلا يلا نزلنا. يلا هيا الحين نازلين. السلام عليكم ابو خلود. السلام علينا. اوه شفت يا جماعه لا تمدح نفسك، تمدح نفسك تطيح. جميله جوالي يرن والله ما اقدر ارد. شوف كيف يدي اللي قاعد تصير علي. انا اعتذر والله ما اقدر احركها. اكبر غلط سويته اليوم ما ابغى اسقف فزات. موزن ما احتاج. شوف كيف موزن يعني انا ابغى اسرع صراحه. يعني من يوم وانا صغير كان عندنا ثلج في السعوديه كنت اتزلج كثيره. والله ممتع يا اخي. ما عندي مشكله اجيها كل اسبوع. اجيت بتطلع من ذاك حق التلفريك. كلنا لك يا خلود كلنا لك. ايه لفوا ها. في نزله ان شاء الله اني ما اطيح. ان شاء الله وان الله قال اني ما اطيح. انا ماشي مع الطريق وين ما يوديني انا رايح راضي بالامر الواقع. انت عادي صح. هذه حلوه ذي. والله يا انا قدامك وتقلبت. تسمي شيء ولا تانج؟ مكتوب اصلا هو في العلبه تانج يعني. هذا اللي ترجينا اخذنا هذا اللي هنا. عياده الاسعافات الاوليه اي شخص يصير له شيء يجيبونه هنا. هذول الاشخاص لابسين احمر يدورون اذا في اشخاص طاحوا ولا شيء. والله شيء كويس منهم. فجاه في ماي هنا. هلا والله يا مرحبتين. دعوه الحمد لله كذا كنت هنا. جوله ممتعه صراحه. السلام ابراهيم. الله يشكرك. كيف عبد الله؟ والله في قلبك. والله تعب فل تعب. يلا شنو شنو يلا للاسف الكاميرا صارت كذا ما هي واضحه ما تصور. فبنكمل بكاميرا جو برو ان شاء الله ونرجع سوبر بودي. تحط على ورقه سياره بنروح سياره. الحين يكون خلصنا نتوجه السياره. للاسف الكاميرا ما ادري فيها لما الحين ما اقدر اصور منها. This is where our story ends.
السلام وكذا يكون خلصنا. والله صراحة كانت لعبة جميلة. والله أنا أشكرك صراحة. كانت جولة ممتعة يا عيال. استأنسنا. تعبانين والله. عيال تعبانين جدا. السيارة آخر شيء. ترى عبد الله قررنا نركض لأنه برد والله يا جماعة. اركض قد ما تقدر. ويصير دفى. الله عليك عبد الله. لا يوقف. العيال ورا. إن شاء الله المنظر. إن شاء الله تبارك الله. حصلت هذا الشباب يلعبون لعبة غريبة. راح نصورهم ونشوف ايش هذه اللعبة. اليوم كلها العاب غريبة، امس سفن صغيرة، اليوم هذه اللعبة. هاي ذير. واتس ذيس جيم؟ هورسيز. نو نيفر. So who won? We don't know, we got to go look at it. You got to judge it whoever's closest. So zero there. Have a good one guys. See ya. لعبة غريبة. لكن شكلها جميلة. الحمد لله بكذا يكون انتهت رحلتنا وحاليا متوجهين الى فيكتوريا. نقول بسم الله. بسم الله. لا ونتوجه. يلا خلصت يعني؟ لا خالد. انا طيران. احنا طحنا طيحات كلنا. اخر طيحة قد بموت. لا اله الا الله. ما زلنا في الخط. العيال كلهم نقل. يوم ما نخلق عيوبي. رياضة. احنا قلنا كل شيء في العيش. سبيات وياب انت امسك الشيء. سبيت اكثر. طيب شباب الحمد لله سلامتكم. رجعنا فيكتوريا بسلام الحمد لله. وبكذا يا جماعه يكون رجعنا شقه. صراحه كان يوم ممتع واستمتعنا كثير الحمد لله. بس بقول شيء يا جماعه، للاسف الشديد سماعات في الايفون اختربت من كثر ما تشقلبنا اليوم وطحنا ما صار في صوت. هاي السنابات اليوم صورتها للاسف الشديد ما اقدر اسمعها من الجوال، لكن طبعا اقدر اسمعها من اي جوال ثاني من كثر تشقلب والله. مطلعين فوق الجبل لكن الحمد لله على كل حال. الله يسعدكم جميعا. صح يا جماعه، لو شفت شقه العيال وشفنا الفلوق امس وكان في كم خطا من المونتاج، وشفت اشخاص بالكومنت كثير يتكلمون اوه اثنين اخطات بالمونتاج، عندك كم خطا في المونتاج، كان صعب مونتاج فلوق امس، كنت منتج بشقه العيال اخر الليل وكملت بالطريق، ولما وصلنا هناك وما كان في وقت ان نسوي بسرعه بسرعه بسرعه، بحاول اقدم لكم شيء. فاعذروني يا جماعه، دائما احاول اقدم لكم الافضل لانكم والله تستاهلون كل الخير. المهم يا جماعه زي ما قلنا يعطيكم الف عافيه على المشاهده. وكذا كنا وصلنا لمحت فلوق. سؤال اليوم يقول ايش افضل يوم في حياتك؟ اكتبوا تحت في الكومنتات راح نشوف ايش افضل ايام حياتكم. كان معاكم المتزلج اثنين خالد. خليكم دائما متفائلين وايجابيين والسلام عليكم. تصبحون على خير جميعا. سعره 10 دولار يعني تقريبا 30 ريال الصحن هذا. يقولون يا شيخ بطل ونجرب. احسن شيء ابراهيم انه جاب معاه شطه. الله عليك ابراهيم. الظاهر لازم يدورون يروحون من ورا ويرجعون.